صباح الخير غزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير، في صحة جيدة دائما، طاقة الإيجابية مع أسماء دائما، الضحك والنشاط. المهم الغزالات، مشيت شربت لي واحد القهوة مع راسي، أنا قهيوة ضروري نرد بها راسي في الصباح. المهم الغزالات، كيف ما كتشوفوا بغيت نقول لكم واحد القضية، لأن بزاف الناس ما غيكونوش كيعرفوها او لا ما دايرينهاش في البال او لا ما نعرف، او بالاخص الناس جداد. المهم ماشي شي حاجه، المهم البنات راكم عارفين هذا الدواء ديال السخانه ما كاينش، وعلاش ما كاينش؟ لان قال لك واحد الماده كدار فيه قليله بزاف، يعني ملي كيكون، يعني ملي كيكونوا كيفرقوا على الفرماسيانات. انا ملي مشيت نشري البنات الدواء المره اللي فاتت لبناتي فاش كانوا مراض، مشيت غير الانفورماسيون منين تكونوا، بالنسبه للناس اللي ما عارفينش، الناس جداد منين يكون ولدك مريض عارفه بان فيه الكحه وداك الشيء، يعني تديه للطبيب غيعطيك غير الدواء، يعني ماشي الا ما كانش كيتخناق وداك الشيء فيه غير الكحه. مشيت خدي الانفورماسيون، قلت ليها عطيني الدواء، عطيني الدواء لبناتي، جبت لها الكارطات بثلاثه كل واحد تعطيني الدواء ديالو، وعطيتها كارطه بكارطه، ما تعطيوش تحطوش كل شيء ضربه واحده، عطيه الكارطه الاولى قول لها هذه تكتب لك وهزي، وعطيه الكارطه الثانيه قول لها بغيت لبنتي الاخرى ولولدي، ومهم ما تعطيهمش ليها كاملين حتى واخا تعطيك الدواء قليل. المهم الغزالات ديالي، وانا مشيت للفرماسيان قالوا لي شوفي الدواء ديال الكحه وديال النيف نعطيوه لك، ولكن دواء السخانه راه ما كاينش. ويلا مشينا نطفي الطوموبيل، ويلا مشينا حتى دوزنا لك الدواء ديال الكحه والدواء ديال النيف، راه هاد الدواء السخانه صافي ما كتسالي فيه والو، صافي مشى سيري شوفي في فرماسيان اخرى. قلت ليها انا غادي نمشي نشوف فرماسيان اخرى شنو درت. عاد اسماء جاها الذكاء، مشيت لفرماسيان وحده اخرى قلت ليها عطيني الدواء ديال الكحه وعطيني الدواء ديال باش يتحلوا لك النيوف. قلت لها وهذا ديري ليا ريزيرفيرن، قلت لها جعل اين فوخ دفاي فوخ دغاي فوخ، قلت لها كاين بروبليم، قلت لها ريزيرفيرن، قلت لها منين يجي عيطولي. اصلا مشيت لواحد الفرماسي انا كتعجبني من نهار سكنت وانا كنمشي ليها، فيها تونسيه فيها عراقيه فيها، يعني كتعطي ما عندك. قلت لها شوفي نقول لك، قلت لها شوفي ديري لي ريزيرفيرن، قلت لها لهذا حتى يجي الاول راه ديتو، وبقى هذا ديال غزال بقاو محافظين عليه، عيط لي نهار الجمعه السيد قال لي تتجي عليه، عيط لي معطل، والسبت ما كنتش مساليه اثنين صبحت عندهم صافي، وجيت هزيتو البنات. هكا ما ديروا، يقولوا لك راه ما كاينش ولكن ما نقدوش ندوزو لك الريسيطا، ولا دوزنا لك عطيناك الدواء الاخر يعني الاخر راه مشى. قول لهم ديروا لي ريزيرفيغن، ريزيرفيغن لهذا قول لهم وقتاش ما جا، فهمتوا هذاك الشيء ما ديروا. انا جيت للدار وبغيت نشارك معكم واحد البرودوي اللي هو زوين زوين زوين، واول مره غنجاوب غادي نجربو، غادي نجاوبو البنات اول مره البنات غادي نجربو، وعرفتوا البنات غير كبيتو في الارض نقيطات نقيطات ما نعاودش لكم الريحه اللي طالعه من الدار كي دايره، باقا ما جففت درت نقيطات نقيطات وما نعاودش لكم، حيت هذاك اجاكس البنات كنت جربته، هذاك ريحته خرافيه، هذاك اجاكس واعر، لا ديال دي ام لا ديال كوفلان، فين ما تلقاو اجاكس منظف نتاع يعني كيعطي الرائحه الارض البنات خذوا اجاكس واعر، ولكن قلت هذه المره غادي نجرب هذا. هذا البنات ها هو غادي نوريه لكم، هو هذا الفنات ديالي، ها هو اللي فيه الورد نتاع الورد، ما نعاودش لكم البنات الريحه كي دايره، غير خويت غير نقيطات نقيطات وعطات واحد الريحه هائله جدا. دابا غادي ندير لكم بواحد التجفيفه فعلا تاركان تاع العيالات الحاد كاس. المهم غزالات واش مشعل مشعل البنات تولي ديك الريحه عاطيه بالمزيان، هو كل ما بقى يعني كل ما جففتي يعني ديك الريحه كتزيد عاد ما كتعطي. المهم ثلاثة البنات التجفيفه، المهم هنا جبت غير داك الشيء اللي خاصني، مازال عاد غادي نمشي نتقدى. المهم غزالات ديالي هاد الشيء هذا اللي خديتو انجيبوت من ليدن، ووريتو للبنات في الانستغرام، كاع المتتبعات ديالي اللي في الانستغرام كلهم شافوا هاد الشيء. علاش ملي كيكون شي انجيبوت كتكون زوينه وكيكون الانسان محتاج انه ياخذها، بحال مقارنه مع الاتراك فروتا بحال الديسير
بحال بزاف د الحوايج يعني تشريهم من اللي يدير حسن من هذا، دايرين 20 30 25%. رانا وريتكم كلشي، اللي ما عندوش الانستغرام ديالي يدخل عندي، غنخليه لكم في اول كومونتير. هذا الشيء ملي كنلقاه ما كنخليهش يعني حتى ندير انا الفيديو ويفوت الحال وعاد الناس تمشي تشري ما تلقاش. انا كنبغي نلعب خفيف معاكم. المهم الغزالات خديت هذا التفاح، هذا وقيلا فيه 2 كيلو، فيه 2 كيلو تفاح صغير، باش عجبني تفاح صغير. هذه غير تشديها تقطعيها، نقطعها مثلا لبنتي صافي، حسن ما كتقطعي النص، النص الاخر كيبقى عليه يزنزن داك الناموس ما عرفت شنو هو. المهم 2 كيلو هذه مشي قيله بأورو 99 على ما اظن البنات. المهم تقديت، جبت هذا البرقوق، هذا جبت البنات برينجلز. بالنسبه لي ما عندوش انستغرام ديالي كندير 2.99 بالضبط، لا غير 2.39 ولا. خديتها البنات 3، خديت هذه العجينه نتاع بيتزا البنات. المهم القضيه هذه الفرماج، خديت لي بار، خديت هاد النيمس حتى هي انجيبوت، ها هي خديتها انجيبوت غير بغاو شي حاجه البنات. المهم خديت هاد الفرماج، خديت برينجلز، خديت 3. المهم الغزالات ديالي خديت غير باش نقضي حيت ما عنديش الوقت اليوم، الصبح عندي صباح الصبح مخربق. الغزالات ديالي ها نتوما صافي. خديت مايس لبناتي، خديت ليهم البنات 2 ديال المايس باش نبقى ندير ليهم كل مره حاجه، لان اللي خوي بقوه ما كنديروا ليهم نطلع ليهم داكشي في الراس. صافي البنات خديت ليهم هاد الصوصيص، رانا كيف ما قلت لكم المره اللي فاتت هاد النقانق هادو كناخذهم ليهم مره مره فاش صافي ما كيعياو من داكشي اللي كندير ليهم، بحال مثلا البنان، التفاح، الكيوي ولا الكاكي، داكشي كله طلع ليهم في الراس. صافي البنات خديت ليهم هذا. المهم الغزالات ديالي هادشي ان شاء الله غادي نسكتو. خديت هذه حتى هي عندي ودير القلا شي 99 هاد المطيشه. خديت هذه نتاع لازانيا فين غندير ليهم لازانيا، وخديت هاد البطاطا هذه كتعجب بنتي، كتقليها في الزيت كدير معاها الفرماج وكدير معاها مليحه وكمينه وتحميره كتاكلها. خديت البنات هاد الفرماج هذا صافي، تم بعد عاد ندير ديك القضيه ديال السيمانه. المهم خديت انا غير اللي خاصني هنا. هنا البنات درت الغدا، غندير لهم غير حيمه باللوبيا خضراء وبطاطا فريته البنات. هادشي غادي نستفو، ومن بعد البنات غادي نتقاسم معكم واحد شنقول لكم، ما هما ناغيت، ما هما ما عرفتش كي غادي نقول لكم، المهم سميهم كيف ما بغيتو. وباش تشوفوا ان البيض ما بقاش ليا، بقات لي بيضه واحد، بقاو لي 2 بيضات الحمد لله، بقاو 2 بيضات البنات. المهم الغزالات ديالي اليوم غادي نشارك معكم واحد ناغيت يديروها حتى الناس مساكن اللي ما فحالهمش اولا اللي ما كيقدوش يشريو داك ناغيت ديال الدجاج اللي كتعجبهم وما كيقدوش يشريوها. غنديرها لكم ان شاء الله دابا، والطريقه جد سهله والمقادير ديالها موجودين في الدار. المهم الغزالات ديالي هنايا كيف ما كتشوفوا، هاد التفاح هذا البنات جاتني غير وحده اللي فيهم خامجه، كلهم زوينين. هو والبرقوق درتو البنات باش تما يبقى في الماء يتنقع على خاطر خواتر، انا كنجمع هادشي باش نطلع البنات البيت الخزين يا اختي، ولا يخطي علينا بيت الخزين في الدار. المهم الغزالات هادشي اللي انا طلعتو هنايا البيت الخزين، غادي نستفو برينغلز جبت منها 3 صافي. الغزالات عرفتوا اليوم شنو طرا ليا؟ اليوم مشيت باش غادي نتقدى زعما بحالي بحال الناس، حتى كنشم واحد الريحه كنقول راجلي شنو هاد الريحه هادي، دايره بحال الريحه ديال ليسونس، بحال الريحه ديال الكا ديال ماشي ديال الكازو، ديال داك الزفت ديال اللي كيديروا في الطريق. قلت لي ما عرفت شنو هاد الريحه، ولكن ما شاء الله عندي حتى شي بوله زعما راه كلشي مزيان. المهم الغزالات ديالي واحد شويه مع كان راجلي قال لي غادي ندير لك المازوط، غادي نديرو زعما قالها لي البارح كنشوف البوله شعلات، ويلي قلت لي عيطت لي قلت لي واش مال البوله شعلات، راه قلتي لي البارح غندير المازوط واش عكستي، قال لي لا درت. وتصوروا معايا البنات دار المازوط وكل شيء، وفي الاخير الغزالات ديالي في الاخير داك المازوط كله اللي دار البنات كله مشى. قال لي واش كتهضري من نيتك البارح، انا عمرت الطوموبيل. قلت له راه الطوموبيل راه شعلات البوله. المهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا شنو وقع، جا هو واحد صاحبه شافو لقاو بحال مثلا نقولوا شي طوبه
شي طوبه دخلت لذاك التيو اللي كيدير المازوت طرطق ولقاو حتى الزغب ديالها تما. هو شوفوا البنات وداك لايسونس كله مشى باش تعرفوا الخساره كي دايره. البارح عمر وغيعاود عاوتاني عمر دابا داكشي باش ما تقديش في خاطري. صافي جيت داكشي اللي خديت دغيا بالزربه صافي البنات وجيت. هاد الطوبات هادو والله الا خرجوا علينا. شوفوا البنات شكون اللي بحالي معمره الثلاجه كلها تيرمينات وكلها المسائل ما عندنا ما نديرو باش نتفكروا. عاد البنات راه ملي داروا هاد المولطه هادي شنو كندير؟ كندير الارم في التليفون، كندير الارم في التليفون باش نتفكر التيرمين. كندير الارم قبل بنهار وكندير بحال دابا غدا عندي جوج تيرمينات، عندي جوج ديال المواعيد، واحد ديال الطبيب وديال السنان وواحد الطبيب ديال بنتي. درت اليوم الارم باش يصوني يفكرني ودرت غدا باش يصوني يفكرني. علاش؟ حيت سنيت على الخطيه. دابا بحال انا الا ما مشيتش لطبيب السنان سنيت على الخطيه، الا ما جيتش وما علمتهمش نخلص 100 اورو اللي هي 20000 ريال. هو ها نتوما كتشوفوا الغزالات ديالي. المهم خليكم معايا البنات ما تمشيو في البنات. شوفوا شوفوا حتى الارض كي ولات. علاش؟ لان البنات المنظف انا اللي كنت كنجيب شحال هذه قبل ما نعرف اجاكس وقبل ما نجرب هذا، قبل ما نجرب هذا كنت كندير شي شي يعني معطر ديال الارض باش تبقى يعني الرائحه في الدار زوينه. كان كيفاش كيدير لي البنات؟ كان كيخسر ليا كاع لامينات، يعني كيطلق بحال الصابون وكيخلي داك الشيء مزفت وداك الشيء معلق في الارض. شوفوا هنايا الارض، شوفوا هنا الارض دابا البنات كنقيه، ما ضببها ما دار لها حتى شي حاجه. راه كاين بعض لامينات، هاد لامينات هادو او بعض الارضيات اللي بالمعطر يقدر تقدر تخسر لك الارضيه تولي مضبات تولي لا الحمد لله. المهم هنايا راه مجموع هنايا. المهم الغزالات ديالي اليوم غندير لكم لي كروكيت. المغرب كيقولوا لهم كروكيت او لا كروكيت. المهم ديال الرز عطيتكم البنات المقادير. دابا هنايا الرز ديروا واحد 250 غرام ولا الا بغيتوا ديروا الدوبل ضعفوا المقادير. المهم هنايا البنات انا هنايا درت نص كيلو ودرت هنايا هاد لا شابلوغ، واللي ما عندوش يدير الطحين ويدوز ويدير في البيض ويدوز في الطحين ويدوز عاود في البيض ويدوز في السميده باش يجيك زوين. هنايا جوج بيضات الا ما قدونيش ديك اللي غنبقى ندوز فيهم وندير هنا في لا شابلوغ ما قدونيش نزيد. هنايا البنات انا غادي نحشيهم من الداخل، غندير فيهم كنبقى لي شويه ديال السوريمي، كاين اللي غندير فيه السوريمي لداخل وكاين البنات اللي غادي ندير فيه الفرماج البنات. المهم خليكم معايا مع طريقه التحضير ما تمشيو فين. المهم الغزالات وهذا الفرماج هذا غادي نخلطو مع غدير واحد ثلاثه المعالق كبار، ولا اللي كيخدم بلافاش كيغي يدير ثلاثه حتى لاربعه ديال الوحدات. صافي البنات. المهم هنا غندير ثلاثه الملاعق. المهم خليكم معايا البنات باش تمشيو فين. على بركه الله غندير هنايا انايا ثلاثه ديال المعالق ديال الفرماج ولا جوج واقيلا جوج بركه. المهم انا درت جوج اونس. المهم غزالات وانتم اللي كيدير لافاش كيري كما قلت لكم. دابا غادي نخلط البنات بيديا، انا راه زاد عليا نخدم بيديا. صافي كتخلطي هنا وكدير بطبيعه الحال الملحه. صافي اللي بغى يدير الكوانت يدير، اللي ما بغاش يدير خدموا بيديكم. انا اختي شعبيه كيعجبني نخدم بيدي ذاتي باش نبرد قلبك وداك الشيء جانس مزيان. صافي هذه كتبغي الخدمه باليد باش تدخلي داك الفرماج كاع الروز. على هذا الشكل هذا الغزالات ديالي هنايا كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نبدا نهز الرز البنات وغنكورو. انا البنات غنديرهم كبار، نتوما بغيتو ديروهم صغار ديروهم صغار. صافي كندير لهم هنا البنات واحد الحفيره فين غنحشي السوريمي. نتوما البنات بغيتو ديروا هاد السوريمي ديروه مع الفرماج، ما بغيتوش ديروا السوريمي ديروا غير الفرماج البنات. الفرماج هذاك المربع اللي كيتقطع ولا الفرماج هذا محكوك، المهم الفرماج. صافي وكتجمعوا البنات الكواره بحال هكذا، كوروا مزيان قال الكور عطي العمر. صافي البنات غادي نديرهم في البيض بحال هكذا، والصراحه تبارك الله كيعطيو حتى في الشوفه زوينين والله الا. المهم صافي هنايا البنات وغادي نديرو في لا شابلوغ هنايا. صافي الغزالات وغادي نحطو ديالي ها نتوما كيف ما كتشوفوا شكلتهم البنات على هذا الشكل. هادو كويرات انا درتهم البنات كبار قد التينيسه، واللي بغى يديرهم صغار يديرهم صغار. انا درتهم كبار باش نسالي دغيا لاني درت الرز بزاف. المهم درتهم كبار على هذا الشكل هذا. دابا البنات غادي نقليهم وغادي نوريكم الشكل النهائي. المهم الغزالات ديالي هنا بعد ما سخن الزيت خليو الزيت حتى تسخن البنات مزيان،
وعاد ديك الساعات بداو تحطو. المهم انا بديت كنحط هاد الكروكيت هنايا ديال الرز، هنا بدا كيتقلى شويه، وانا اختكم راه كتمسح وكتقلب من هنا وكنقاد من هنا. مهم مجاهده صافي، ساليت الديسير ديالي، ردوا البلاصه. هما الكروكيطاسان البنات، ها انا خرجتهم لكم الصالون باش تبان لكم هنا مزيانه في الاضاءه. ها نتوما كيجيو فنين البنات، نتمنى انكم تجربوهم، ساهلين. ويعني حتى الا كنتي دايره شي مناسبه شي عراضه بغيتي تزيديهم هكذا، يعني هكذا من فوق رقم، عارفين دابا راه الحطه بريستيج مع شليضه مع داكشي كيجي كيجيو البنات زوينين. انا غنقسم لكم وحده البنات، شوفوا العلم ديال المغرب فين باقي محطوط البارح. انا غنقسم لكم البنات دابا وحده، وغادي نوريكم الداخل كي كتجي. بغيتو ديروا فيها السوريمي داك الحوت الداخل ديروه، بغيتو ديروا فيها غير الفرماج ديروه، ديروا داكشي اللي عندكم البنات متوفر. ثم الغزالات كيف كتجي من الداخل، كتجي هكذا على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا البنات، كتجي هكا فيها الفرماج. اصلا انا الرز خلطته بالفرماج وزدت الفرماج لداخل مع السيغيمي، كتجي البنات معلكه ولذيذه. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه هذه. هما البنات وردوا عليا وقولوا لي البنات كيف جاوكم، ونتمنى لكم ان شاء الله كل الخير والتوفيق. الناس ديالي كيف ما كتشوفوا معايا، انا الكوكوت ديالي راه باقه عاد كطبخ. نتمنى لخواتاتي كل الخير كل التوفيق. شكرا لكم، شكرا لتتبعكم، شكرا للدعم ديالكم. كنموت عليكم الغزالات. كنشكركم على الدعم ديالكم، على كومونتيراتكم البنات الزوينه. مهم الغزالات ديالي ان شاء الله نخليكم حتى الفيديو جديد. شاركوها معايا وقولوا لي اسماء احنا جربناها واش عجبتكم ولا ما عجبتكمش. المهم هي كتجي زوينه، ونتمنى البنات تجربوها. باي باي عليكم، خليكم البنات حتى الفيديو جديد.